قطع السلق اللي نغسلهم مليح، نعرفوا احنا السلق عندنا زوج انواع، كاين السلق هذا اللي نصيبو احنا رقيق اللي يتواجد بزاف نصيبو، وكاين السلق هذاك العريض اللي فيه العريض اللي يجي الورقه تاعو لهنا هذاك كما نقولوا القطمه تاعو تجي عريضه ويجي بنين بزاف على هذا. نعم هذاك يدار كما نقولوا احنا بزاف نديروه جوازات. وهذا نقدروا نقدموه كحاسه. ما فرقش بين هذا على بالي كاين السلق وخلاص. كاين لا كاين العريض وكاين الرقيق. نحكموا السلق تاعنا نغسلوه مليح نديروا له كميه تاع الخل باش نغسلوهم باش نخلصوا كاع من التراب اللي فيه والجراثيم اللي تكونوا فيه. نغسلوه مليح عندنا كانت حبه تاع البصل عندنا كانت زوج حبات تاع بطاطا ولا حبه تكون كبيره عندنا زوج سنه تاع الثوم شويه معدنوس جبن ابيض وكميه تاع الزبده اللي يحب يخليها لتي يدير كميه تاع زيت الزيتون. واش نديروا؟ نحكموا حبه تاع البصل نقطعوها اون لامال ولا شرائح ولا هكا دي بتي كارو نقليوها في شويه تاع الزبده شويه تاع الزيت نعرفوا كي نديروا الزيت والزبده باش ما تنحرقلناش الزبده هذيك ما تنحرقش صافي نعادلوا بين الزيت والزبده. نقليو هذيك البصله تاعنا مليح ومن بعد نضيفوا لها سنه تاع الثوم نضيفوا هذاك السلق كانت نقليوه قد ما نقليوه يدخل له البنه ويجي بنين بزاف ومن بعد نضيفوا له حبه تاع البطاطا ونمرقوا نمرقوا لهنايا عندنا لهنا نعرفوا بلي السلق لهنايا بالخف هو فيه الماء صافي نديروا نص ريتلا تاع الماء ديجا هو يزيد يتضاعف شويه خاطر هو السلق يطلق الماء فيه غني بالماء الداخل صافي ممكن نديروا هكا كما غليناه ولا نغطيوه باك ديجا يطلق الماء ديالو بلا ما نديروا له الماء ومن بعد نديروا لاصوب تاعنا كي طيب نحسوا بلي الخضره تاعنا طابت نميكسيوها ونضيفوا لها كريمه سائله ولا جبن ابيض ولا اللي يحب كما نقولوا يخلي الحسه تاعو هالتي ما يضيف لها والو. الجبن الابيض هو اللي يثقل شويه الحسه؟ نعم هو اللي من الفولوتي هذاك ويزيد لها بنه كان. اوكي. نعم. كي طيب ندير لها شويه تاع المعدنوس ولا قلت لك تحب يدير كان فراش ولا احنا. وتقعد فيها هذيك البنه تاع السلق؟ تقعد بصح ماشي قويه قويه. البارح تاع الحميصه حسينا وكانه ناكل في الحريره. الحريره ما فيهش بنه الحميصه. احنا ماذا بينا كيما واحد اللي ما يحب السلق ماذا بينا كي نقدموها كحاسه ولا بلا ولا ماذا بينا هذوك اللي ما ياكلوش هما اللي ياكلوا ماشي اللي ياكلوا. نكلخلوا كما نقولوا على كي يديروا الفرماج يمدلوا يبدلوا شويه الهبو يولي بنين بزاف كانت. اوكي ما عندناش الشك شفناه. ربي يخليك. نروحوا للطبق الثاني. نروحوا لهنا الظلمه تاع السلق واش عندنا؟ عندنا لهنا كانت زوج ربطه تاع السلق اللي كنا غليناهم. انا بشويه تاع الماء درنا لهم شويه تاع المعلى باش نحلوا ومن بعد يزيد يطلق الماء ديالو نعصرهم مليح حتى نحصلوا على هكذا يكون يشغل على شكل عجينه. من بعد واش نديروا له؟ حنا لهنا نخلوا هذاك ويقطرنا مليح ندوزنوا الطنجره ديالنا واش فيها؟ عندنا لهنا حبه تاع البصل نقطعوها مليح عندنا سنينه تاع الثوم عندنا نحب انا ندير شويه حرف في لي صوص روج هذوك باش تجي يزيد لنا شويه ما رانا في موسم البرد مليح حاجه تكون حاره شويه عندنا افخاخ تاع دجاج لهنا نقليوهم مليح شويه زيت شويه زبده دائما ومن بعد نمرقوهم نخلوهم يطيبوا نضيفوا لهم الحميصه انا الحميصه دائما عندي طايبه نص طياب لهنايا خلوه يطيب خلوه يطيبوا الدجاج تاعنا والحميصه على جانب نروحوا نحضروا لي كروكات تاعنا ولا الكريه تاعنا تاع السلق عندنا لهنا زوج ربطات سلق كنا غليناهم وعصرناهم مليح نضيفوا لهم لهنا 200 غرام تاع بولي اشي هي بولي اشي نعم دجاج مرحي نزيدوا نضيفوا لها لهنايا زوج مغارف تاع لا شابلور حبه تاع البيض نزيدوا نضيفوا لها الثوم وكانيت البصل اللي كنا رحيناهم نخلو شويه على جانب باش نزيد نضيفوهم الدجاج المفروم الدجاج المفروم ديالنا والسلق عندنا كانيت كميه تاع الحشيش انا نحب ندير له الحشيش كاين اللي يحب يدير له معدنوس بالحشيش يزمد له بنه بزاف بنينه توابل واش عندنا؟ عندنا الملح فلفل الكحل شويه تاع الكمون وشويه تاع العكري كيما ندوزنوا في الطنجره كيما ندوزنوا لي كروكات تاعنا ومن بعد شكلوا كوريه شفت حاسردين هكذا بنتي تجي بزاف بنينه والله ندير لها كمون ندير لها شويه كمون نحب ندير لها الكمون علاه باش اللي قلت لك ما يحب السلق ما يبانوش كاع بلي السلق هذا تجي شغل بنه تاع المتوم بنه تبدل كاع لوكو تاع السلق ومن بعد كي طيب نديروا لها كميه تاع الحشيش من الفوق ونخلوها هذوك الكريات هذوك نضيفوهم داخل هذاك كي نعرفوا الدجاج تاعنا بدا يدخلوا شويه طياب نضيفوهم لداخل كيما الكريات تاع الليبوله تاعنا نحطوهم نخلوهم على نار قليله يطيبوا ومن بعد نرشوهم شويه تاع الماء اللي يحب يديرها باللحم المفروم يقدر نعم اللي يحب يديرها باللحم مفروم ولا ديك رومي مفروم ولا كيما يحبوا اختياري اختياري هنا